المغرب يتوفر على 150 مناطق صناعية بوعاء عقاري ديال 12000 هكتار. اليوم المغرب تبقى للتوجيهات الملكية السامية غيدخل في عهد صناعي جديد مبني على السيادة، عنوانه السيادة، وأيضا كيرتكز على الارتقاء وكيرتكز على استدامة. مناطق صناعية غتحتاج، العهد الجديد غيحتاج مناطق صناعية من جيل جديد وعلى رأسها الولوج إلى الطاقات المتجددة، الولوج إلى الاستدامة والتدوير، الولوج إلى الاستعمال المعقول والمقنن للموارد المائية. هذه المناطق الصناعية من الجيل الجديد هي اللي غتواكب أولا الاستدامة ديال المنظومة الصناعية الوطنية، ثانيا غتقوي التنافسية ديالها، وثالثا غتقوي أيضا الولوجية ديالها للأسواق العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هشام رحيو الإدريسي، المدير المؤسس لمجلة صناعة المغرب ورئيس الملتقى الدولي للمناطق الصناعية. اليوم كتنظم مجلة صناعة المغرب بالرباط النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للمناطق الصناعية تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. اختيرك عنوان لهذا الملتقى أية مناطق صناعية وأية معقارات مهنية من أجل اقتصاد متطور وسريع. اليوم كيجي كتنخرط هذا الملتقى الثالث للمناطق الصناعية، كيجي في واحد الظرف ديال الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في اليوم الوطني للصناعة، حيث أكد وعطى تعليمات ديالو الخاصة نصره الله باش أن المغرب يولش في واحد نطاق صناعي جديد ومستقبلي مبني على سكون ابل لا سوفرانتي اندستريال، او ما هي السوفرانتي اندستريال؟ هي السياده الصناعيه او سياده الانتاج بالمغرب. اليوم كما كتعرفوا على ان المغرب اول دوله مصدره للقطاع الصناعي في افريقيا، كتعرفوا ان المغرب ثاني سياره اكثر مبيعا في اوروبا مصنوعه في المغرب، كتعرفوا على ان اي طائره تطير في السماء الا وفيها واحد الجزء مصنوع في المغرب. اليوم المغرب كيتوفر على مؤهلات كبيره. اليوم المغرب كيتوفر على اكثر من 150 منطقه صناعيه، كيتوفر على اكثر من 12 منطقه للتسريع الصناعي، كيتوفر على اكثر من 12100 هكتار مخصصه للصناعه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.